الله يا لان. ايوه بسرعه ايوه، ايدي وجعتني والله. ايوه ايوه حبيت. استنى بقول لك ايه، استنى انا هركش لك شعرك بس. يلا ها نطت خلاص رق رق بعد احده بس كده اهي ظبط. اوكي 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 يلا حلو. طيب بلشنا 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 لكن ما ظبطنا. يلا احنا على الهوا، خلونا نعطي الجمهور فكره ان كانوا عم بيشوفونا على الام بي سي 1 ام على الام بي سي عراق. اليوم موضوع حوارنا الجاي مع ضيفتنا الشيف ميرات علي. لو مهما كنا مختلفين وفي أي مكان في العالم، في حاجة واحدة بس هي اللي ممكن تجمعنا على طاولة واحدة، هي أكيد الأكل. The Secret Dinner Club بيقدم دعوة خاصة لكل حد فيكم علشان تعيشوا معانا الحكاية، وسحر الحكاية في سرها. الأطباق والوصفات مميزة وكمان مختلفة. عنوان كل عشاء هو مكان مش مألوف وغير متوقع، بيختلف كل حلقة على حسب موضوعنا اللي هنقدمه. فريق عمل للسيكريت دينر كلوب بيدخل المكان وبيجهزه لاستقبال أحلى عشاء أما المعزومين محدش فيهم يعرف التاني. هنجتمع مع بعض لأول مرة وهنتكلم في مواضيع تهم كل حد فينا، ونحاول يمكن نفهم لعبة الحياة دي ماشية إزاي. دي أشك دعوة خاصة عامة. شيف ميرات علي، أهلا وسهلا بيكي معانا في لايف ستايل. أهلا أهلا أهلا، إزيكم؟ ومنورين الشاشة ومنورين زوم. أنت اللي منورتينا شيف. أهلا، أول شيء مبروك على البرنامج يلي مبين إنه على أعلى مستوى من الفخامة والأجواء ساحرة كتير. وأول شيء وأهم شيء بدي أقول لك إنه إذا ما لحقتي تعزميني بالموسم الأول أنا ناطرة أعزمك بالموسم الثاني. خلاص هعزمك وان شاء الله يكون في موسم تاني، وبس لو ما جيتيش هزعل. لا ان شاء الله. في انا بس ابغى اقول كده وانوه الجمهور، شفتوا الانانيه عند لانا؟ قالت تعزميني. أيوة تعزميني كلنا، ده اللي كان في دماغي دلوقتي. انا عندي استعداد.